إذا كان الشخص مصاب بالسحر فهل يعذر في جميع أفعاله كالوقوع في الفواحش والتخلف عن صلاة الجماعة وصلاة الفجر؟ ما دام عقله معه فإنه يؤاخذ بجميع أفعاله، يؤاخذ عليها. أما إذا غاب عقله ولا صار عنده عقل، صار مثل المجنون ما عنده عقل، هذا لا يؤاخذ إلا بالإتلافات، إذا أتلف نفس أو مال فإنه يضمن.